عسلامة بيسات، الحمد لله وصلت ل5000 واحد يتفرج في الفيديوهات متاعي ويعجبوا فيه، دونك قررت ان هي يعمل سبسكرايب. ثانك يو سو ماتش انو قاعدين تشجعوا فيه اكثر باللايكس بالكومنتس متاعكم المزيانين، بكلامكم السمح، بمساجاتكم، وحتى لفات انكم عملتوا سبسكرايب حاجة ياسر اتفرحني. دونك قررت بالمناسبة هذه اني نعمل فيديو. كي سألتكم قلتوا لي اني نعمل كيو ان اي احسن، وعطيتوني ليستا نتاع اسئله، دونك قسمتها باش الفيديو يكون منظم والعبد اللي حاجته بكل حاجه معينه يمشي لها ديريكتومون. الفيديو في الاول باش يكون على الاسئله العامه، على علينا، على عائلتي، حاجه كيف من هكاك، والبارتي الثانيه باش تكون على الحياه متاعي، كايند اوف العادات، الاهداف، حاجات كيف من هكاك، معناها الكتب اللي نقراها فزيد هكا، والبعد باش تكون على الميدسين، على الفويي، على تجربتي فزيد هكاك، وفي الاخر بالكل باش نحكوا على الموضوع اللي يستنى فيه مليون واحد، اللي هو متاع الباك، اللي سالتوني فيه عليه برشا اسئله، على الريو، على تحضير باراسكولير ليتوديت، على دونك باش نبدا لكم بالاول اللي هو متاع الفقره الاولانيه. اسمي هبة تزيري، ديجا تعرفوا مشني تزيرية، مشني من الجزائر، يعني من تونس، عائلتي من تونس واصلنا من تونس، جست اللقب جات تزيري سبحان الله. من وين انتي؟ انا من قفصة، تولدت في قفصة، عشت في قفصة لين هزيت الباك ومشيت لتونس، وذاك نهار وذا نهار. باه، قديش عندك خوات؟ عندي زوز ولاد توأمة، اخوة ولاد توأمة، وعندي كلبة اللي هي اينا، اكيد شفتها في بريسك الفيديوهات الكل، اللي هي فرد ياسر مهم العائلة بتاعنا. شنو هما الهوبيز متاعك؟ الحقيقة عندي برشا، اما اكثر الحاجات اللي تعجبني هو التمثيل. ديجا قريت مسرح في الكوليج، عملتها اوبسيون، وحتى بعد في الليسي اي عرفت كالمشاريع اللي يعطوه هنا البروفيت متاع اخر تيم، وحتى في العربيه ولا الفرنسية ولا اللي هو، ديما نختار اني نعمل مسرحيه تعجبني، حس حاجه نجم توصل الفكره بطريقه ممتعه، تكون كوميديه ولا حتى تراجيديه، اما نعرفوا كيفاش ناثروا في العباد اللي قاعده تتفرج. حتى من بعد معناها ما خرجت من الليسي وكل شاركت في المهرجان متاع الافلام التوعويه للصحه، اللي هو عبارة على انه العبيد تعمل افلام توعوية على حاجة خاصة الصحة. ديجا سنا عاملين معناها فيرسيون اخرى اللي هي تنجم تختار باش تحكي على الكانسير، اللطف، على السيدا، على الامراض النفسية مركزين عليها سنا، ديبريسيون وما الى ذلك. تكون شاركت فيه في الحالتين والحمد لله مربحتش مربحتش حتى جايزة. اما المره الثانيه كي شاركت فيها تم التنويه الى العمل متاعي في الجرايد وليزارتيكل، وحتى في تنوريه لكم الفيديو، حتى في توزيع الجوائز حكوا على الفيديو متاعي وحكيت فيه، حكيت عليه في الاذاعه. دونك يا حاجه باهيه. اولا تنوه اللجنه بجميع المجهودات المبذوله وبالخصوص مون لايت وسام دلالي وهيومانيتي فيسينغ كورونا لهبه تزيري وكيست إدغليك لإبراهيم النجار، وتشجعهم على المواصلة في دورات أخرى. هو اصلا البيوت نتاع المهرجان هذا هو يكون تثقيفي، اما عن طريق دي فيديو، معناها مش اني نجي نقول لكم اسمعوا اغسلوا يديكم، اسمعوا استعملوا الجيل، اعملوا بافيت، لا تكون عن طريق اختي، ويعني هذه حاجه تعودنا بها بيان سور. اي دونك انا جمع معناها الدومين ميديكال مع دومين ارتستيك. باهي، تو باش نتعدوا للمرحله الثانيه اللي هم الاسئله الديب شوي. السؤال لو هو احسن كتاب تطوير ذات قريتيه؟ فما كتاب هو الحقيقه برشا، راك علاش بقيت نفكر، اما فما كتاب حسيتها هكا بتدلي برشا حياتي، فما زوز، فما ثينك اند جرو ريتش، وفما الكتاب الاخر اللي هو Eat That Frog، اللي هو تناول ذلك الضفدع حاجة هكا، اللي هو علمني برشا وبدلي برشا من ناحية التايم مانجمنت، وانه كيفاش تعمل priorities، كيفاش تعمل اولويات في الحياة متاعك، كيفاش ما تخليش الوقت متاعك يضيع وتستغله بطريقة باهية. اللي هو قريته وقتها انا تروازيام، وعاوني بالقدا، وحسيت راحي اني مسيطرة على الوقت متاعي، وقرايتي تحسنت، معناها الكاليتي متاع قرايتي بدات تحسن خاطر وليت منظمة وقتي، وليت مش نستريسي وكل. دونك يا حسيتها بدلي برشا دي نوسيون في مخي، انه حتى الوقت مثلا اللي قاعدة نستنى فيه في الكار باش نمشي لليسي، ربع ساعة هذيك راهي تكفي باش نقرا مثلا 10 صفحات، وكل يوم كل يوم نجم نكمل كتاب في اسبوع لمجرد اني نقراه وانا نستنى في الكار، ولا انه الكار مثلا ماشية من ستاسيون هذيك حتى لليسي. شنو هي الجملة اللي تحسها مؤثرة في حياتك؟
انا الحقيقه فما جمله فكرها قريتها في بينترست وقتها، اللي هي حسيتها انه عرفتوا اكل جمله اكل لي فيقتني. هي شنية؟ هي كوت بالانجلي، اما شنو هو كان الكونتنت متاعها؟ شنو انه قيل فقت نهار من نهارات وقلت لراحي اني ما عادش نحب نحس هكا ونعيش هكا انيمور، دونك ماي لايف تشينج. مش جست انه تنفيق ما عادش نحب نعيش هكا وحياتي لا تبدل، لا، اما العبد انه يفيق شبيني نحس هكا ديما، شبيني ما بدلتش حتى حاجه، شبيني ما عملتش حتى خطوه باش نبدل مثلا حياتي، ولا الحاجه ذيك اللي مقلقتني علاش ما عملتش حتى حاجه، حتى خطوه towards it باش نبدلها، وباقي ديما نحس مثلا بالازعاج بالفرستريشن بالاحاسيس الخايبه ذي الكل. يا اخي فايقتني، يا يعني شبيني نحس هكا، شبيني متقلقه من كل حاجه وما عملتش حتى حاجه. دونك حسيتها اكثر جمله بدل لي شويه حوايج حياتي. وباي ذا واي تغيير الحياه راه مش لازم تكون بطريقه انه العبد يتبدل كومبليتلي، لا، راه حتى اللي فات انها تدخل لك عاده جديده وتنحي عاده خايبه ديجا هذا تسمى حياتك تبدلت. التغيير ديما لازم يكون مستمر ويكون هكا صغير، مش بالضروري يكون تغيير فريمون هيوج يعني. دونك يا حسيت برشا حاجات تعلمتها ديجا. بعد فما سؤال اللي هو شنو مدروس اللي تعلمتها من الحياه وكل، I can share it with them. على خاطرهم برشا الحقيقة، دونك لازم فيديو طويل، ما نحاول نعطيكم مختصر مفيد. تعدوا الفيديو الثاني، السؤال الثاني، خاطرني حسيت روحي طولت عليكم. قلت لكم راهو الحديث يعني البارتي هذه يعني باش نبقى نحكي فيها برشا. I hope في مش بنحكي باهي. كيفاش تنصح عبد يلتزم بالبلانز والعادات؟ والله تعرفوا حاجة، نحس انه الالتزام ديجا دي الخطوه الثانيه بعد لو فات ان العبد يقرر انه ياخذ ستيب، انه مثلا نحب العاده دي تكون في حياتي، نحب نولي نترينا اكثر سبور، ولا اني نترينا سبور، نحب نولي نقرا كتب، نحب نولي نعمل ما نعرفش شنو ميوزيك، نتعلم نعزف على انسترومون، نحب نولي نحكي لغه الفلانيه. هذوما كلهم اهداف. المرحله الاولى هو لو فات انك تحب وسي بون تقرر. المرحله الثانيه هي الالتزام، صحيح، خاطر العبد في الاول يبدا نافح ومن بعد كهو تمساط يعني، عرفتوا it's boring. استنوني عطشت كلحت. باهي، دونك نحس انه الالتزام يعني لازم العبد في الاول يعرف انه راهو في الاول باش تبدا نافح وبعد باش تقلق، يعني لازم يفهم البروسيس هذا، مش لو فات انها قلق معناها سايب عليك ولا لا مش حاجه ياسر مهمه بالنسبه ليا ولا حاجه، لا، راهم العباد الكل هكاك في الاول ينفحوا في حاجه برشا ومن بعد وقت يبدا بروسيس ويبدا قلق ويبدا تعب ويبدا درا شنو يفد ويولي يحب يسايب. دونك باش الانسان يلتزم لازم يعرف الحكايه هذه اول مرحله. وثاني مرحله حسب تجربتي بيان سور، انه حتى ولو ما يحبش يعملك الحاجه ديك تو، مثلا انت عندك كل يوم باش تقرا الساعتين ولا باش تمشي تترين الساعتين ولا باش تعملك الحاجه ديك نتاع الهابت اللي حبيت تغير لحياتك الساعتين، انه تجي الساعتين نتاع غدوه فايد ما نحبش نمشي ما نحبش نعمل حتى شيء، يو هاف تو جو. حتى ولو انت مش حاسس بك الباشن والموتيفيشن اللي ديما تجيك، نحس هذا هو ذا بيجست سيكريت في انه فما فرق بين العباد اللي يبدو حاجه ويكملوها وبين العباد اللي ما يكملوش. اكل العباد اللي يكملوا هما اكل حتى واللي يبدو في الدين ومش محبين يعملوا الحاجه ديك، they just go for it. مش لازم يبدا عندك موتيفيشن، اليوم ما عندكش موتيفيشن اتس اوكي، برا من غير موتيفيشن تو تجيك الموتيفيشن وحدها، اول ما تبدا تشوف في ريزلتس، اول ما تبدا تشوف في تحسن وكل تو تجيك الموتيفيشن بتاعتها. ما لازمناش نبقوا نستنى الموتيفيشن حتى تجينا باش حنا نعمل حاجه، سينو والله ما نعمل شيء في حياتنا. باين. تعدل السؤال اللي بعده، كيفاش بديتي في اليوتيوب؟ كما قلت لكم راني نحب من قبل نحب الايديتينغ، ديجا تعلمت الموفي ميكينغ بويندوز موفي ميكر، كنت تفكروا قريناه في الكوليج في الليسي بريمير ظهر لي وتعجبني من الاول، يعني عرفتوا كالفيديوهات اللي يبدا لقطات تاع مسلسل ركب عليها غناية، ديجا في الاول كانت تاعي كانك كنت نهبط هكا وتجيني مشاكل تاع كوبي رايت في فسخولي الفيديو، نحكي لكمش على الحاله اللي كنت فيها. من بعد جت الكورونا وقلقت واليوتيوب ديجا هكا في مخي، عرفتوا هكا نتفرش برشا فيديوهات برشا فلوجات ونحب نبدا، عرفتوا كالخطوه الاولى ما لقيتهاش شنو باش نعمل. وقتها ما كنتش نوري في وجهي خاطري كنت نعمل في مسلسلات وكليبات سواديزون، معناها مش انا نحكي. يا اخي وقتها لقيت فكره تاع ستوري مهبطتها واحد تقرا معايا في الفاك، انه ميديكال ستودنت بينجو، شنو هي؟ اسئله وانت
تعمل تشيك على كل حاجة عشتها في كميد ستودنت، مثلا حضرت تشريح، حضرت ما نعرف شنو، حضرت عملية، بت في الليل ليلة كاملة ما رقدتش، فشلت في اكزام، دونك الحاجة اللي صارت لك تعمل عليها تشيك. يا اخي انا قلت عوام اني نعمل هكا ونعمل ستوري ونعمل تشيك، علاش ما نعملش فيديو؟ مي بيان سور فيديو حاسة راح نحشم اول مرة باش نعملها وحدي، عرفتوا سورتو الناس الكل يعرفوني انا وصاحباتي ديما احنا ثلاثة مع بعضنا. يا اخي بقينا هكا نفكروا كيفاش باش نعملوا، كيفاش درا شنو، كيفاش درا شنو. وي توك ذات ستيب، انا صورنا فيديو وكنا بعد على بعضنا، كل وحدة فينا صورت في بلاصة ومن بعد ركبنا الفيديو وعملنا اسئلة وجاوبنا عليها. والحقيقة الفيديو فرحانة انه وصل، يعني في الاول من با اسبوع وصل 1000. يا اخي عجبتني على الاخر، اما من بعد بارك الله من بعد ما يفوتوش 50. ميلا بالحق it takes time، حسيت انه what I learned from YouTube انه it takes time باش انت اصلا تعرف العبيد اللي قاعدة تتبع فيك شنو تحب. نمشي للسؤال اللي بعدها اللي هو قدوتك، شكون قدوتك؟ شكون قدوتي؟ اينا قدوتي؟ والله اينا قدوتي، تعرفوا نحس ما عنديش هك عبد نتبع فيه. صحيح فما برشا عبيد نحس روحي I'm inspired بحياتهم بنجاحاتهم بالفشل اللي كانوا عايشينه ونجحوا، مثلا نعطيكم أوبرا، توني روبنز، برشا 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 عبيد I'm interested بيهم ونحس روحي they're an inspiration for me. اما علاش قلت لكم اينا؟ على خاطرها بالحق معناها she's so peaceful، عرفتك عايشة في سلام. ونقول صح عليها خاطر ما تفهمش العباد، عرفتو كيفاش يعني تسمع فيهم يحكوا اما ماشي تفهم فيهم. وزيد شي انجويز ايفريثينغ، يعني لو فات انها هي معايا تمشي في الشارع فرحتها الكبيره. اورك احنا كعباد ديما ما نشوفوش النعم اللي قدامنا اللي هي ديما نشوفو فيها ديكوم عشان نحسوها، فهمتوا؟ كيما الملح تبغى ديما تاكل في الملح، نهار اللي ما تاكلوش بالملح تحسوا بالفرق، وقت اللي تغيب الحاجه تحسوا بالنعم نتاعها. اورك هي مثلا ككلبه فرحانه بكل شيء، عرفت كل شيء literally. Stop it. Get some help. Donc يا اينا قدوتي. اكثر نصيحه تنصح بها العباد، تنصحي بها العباد؟ نشرب ماء. اكثر نصيحه ننصح بها العباد هو انه ما تخافوا. اينا قاعده تكسر، على خاطر الخوف هو اكثر حاجه تحبس العبد من انه يتقدم. حاجتين، الخوف والشك، شك في روحك وفي قدراتك، هذوما اخر حاجتين العبد ينجم يعيش بيهم. دونك il vaut mieux ديما العبد حتى ولو يخاف يعملك الحاجه، على خاطر الشجاعه مش لفات ان العبد ما يخافش، الشجاعه لفات ان العبد يخاف اما يعملها anyways. الحكايه ذيك بالنسبه للشك، كيف كيف الشك ما يخليكش توصل لحتى حاجه في الدنيا، خاطر ديما تبقى شك في قدراتك، زعما نجمك الحاجه ذيك ما نصورش ما نجمش ما ادري شنو، مخك يتعب بالكلام هذا ويولي صدقه، ديكو ما تعمل في حتى حاجه في حياتك وتبقى حابس في نفس البلاصه ذيك. شنو هما الحاجات اللي تحبي تبدلهم في روحك؟ هو شو نحس ما فهمش حاجه نحب نبدلها في روحي، على خاطر نبدا نحاول ديما نكون كونشس شنو هما الحاجات اللي قاعدين يضروا فيا في حياتي، انه مثلا عاده قاعده نعمل فيها خايبه، الطريقه نتاع تصرف خايبه، الطريقه نتاع تفكير خايبه، حتى طبيعة انه مثلا العصبية ولا ما نعرفش شنو قاعد تضر فيا في حياتي، تضر فيا جسميا حتى في اي حاجة، فهمتوا؟ دونك نبدا نحاول ديما نكون كونشس الحاجة ذيك اللي نحسها ولد زايدة عن اللزوم، انه اللي نحاول نكونترولها مش تتبدل، مش باش تتبدل وتتنحى كومبليتلي، مي تنقص تولي ما تأثر ليش على حياتي برشا. السؤال اللي بعده اهدافي، قلت لكم ما لازمش تقولوا اهدافكم هذا الحد، انا بدي مش نقول لكم على اهدافي، ما نقول لكم على حاجة. انا عامله بوكيت ليست، ومن قبل ملي انا في الكوليج وفي الليسي نعمل اكا ليست نكتب فيها الحاجات اللي انا نحب نعملها، حاجه نحب نشريها، حاجه نحب نجربها، اي حاجه تتخيلوها في مخاخكم. حتى لفت اني يكون عندي كلب، خاطر ما كانش عندي كلب وما كانت يعني سبع المستحيلات اني نجيب كلب للدار، يا اخي جبنا شي 50 كلب. المهم اهم الدروس اللي تعلمتها من الحياه، ديجا شاركت معاكم برشا حاجات قلتها لكم في الاسئله اللي فاتت، تنختار لكم تو حاجه اخرى. اهم حاجه زادة هي المقارنه، دونك ما تقارنوش لا حياتكم لا رواحكم لا عائلتكم لا حتى حاجه خاصه بكم باي عبد اخر، على خاطر راهو ما فهمش حتى عبد بارفيت، ما فهمش حتى عائله بارفيت، ما فهمش حتى سيتوياسيون بارفيت. معناها حاولوا ديما ما تركزوش مع اي عبد حواليكم جايز، يعني
تركيز انه تركيز اكثر من اللازم. حاولوا ركزوا في حياتكم انتم، باهي فما مشاكل فما ظروف فما ما نعرف شنو اينا، الناس كل تعاني من نفس الحاجه، الناس كل تعاني من نفس الحاجه بطرق مختلفه، كل واحد يعاني من مشكله، فما اللي يعاني مشاكل صحيه، فما اللي يعاني مشاكل ماليه، فما اللي يعاني مشاكل في برشا حاجات، كل عبد وشنو مشاكله، صحيح ولا لا؟ صحيح. باه دونك حاولوا انتم تركزوا على حياتكم، شنو من الحاجات الخايبه كيفاش نجم نصلحها، فما حاجات ما تتصلحش دونك ان شاء الله ربي يعطيني بالقوه اني نتحملها، وشنو ما الحاجات الباهيه اللي عندي في حياتي نجم نحمد على ربي، شنو ما الحاجات اللي موجوده اللي تنجم تعاوني اني نتقدم واني نتحسن واني دونك ماذا بي العبد ديما يركز في النعم اللي عنده، في الحاجات الباهيه اللي عنده، وقتها راهو ان لو فات انها تتبدل الحياه، هي الحياه ماشي تتبدل، تبقى نفسها، انت باش تبقى نفسك، اما شنو اللي يتبدل؟ طريقة نظرتك لها، وكي تبدل انت طريقة نظرك يعني تولي kind of positive اكثر، وكل ما تولي positive اكثر باش تكون happy. شنو الهدف من الحياة؟ مش ان الانسان يكون happy؟ يا هو ان الانسان يكون happy. Don't that's it. وقت انت بتخزر النعم تكون راضي اكثر، وتتولي حتى وانت قاعد تخدم على اهداف ما اكثر، خطر العبد لازم يكون طموح بيان سور، لو فات انك قاعد تخدم على اهداف ما اكثر، وانك تحب تحسن حياتك، تحب تعمل مثلا خدمه باهيه، حياه باهيه، تنجح، تسافر، كل عبد الاحلام نتاع شيء يضيعونك، لو فات انك تكون ساتيسفايد باللي عندك، اما تحب تحسن، اما مش نيجاتيف اول ذا تايم وستريس، وش بيهك الحاجه ديك ما عنديش، وش بيهك الحاجه ديك ما عنديش، بيضك عندك، خليك ديما ديستراكتد. جوتاو للبارتي الثالثة اللي هي الطب، لازم نزرب شوية الحقيقة، أفضل المسلسلات الطبية. فما في فيلم تفرجت فيه عجبني على آخر ونفحني الحقيقة في المدينة اللي هو The Gifted Hands I think، المسلسل بتاع دقات قلب اللي هو تركي. تفرجتش برشا في مسلسلات Grey's Anatomy، نتفكر ديما يجي ما تبعتهاش يعني، ومش نفهمت على شنو يحكي، جوست نبدا نتفرج كيفاش تصير أكسيدونات وما نعرف شنو. That's it. باهي علاش ما خرجتش تقري لبرا؟ والله الحقيقة نجم نقولكم غباء، أما نحبش نقول روحي غباء. باش نفسر لكم، جاتني منحة باش نمشي نقرا في تركيا، بعد قبلت 200 دونك بقيت هنا. علاش قاعدة نقولكم راهو الخوف ينجم يحبسكم على برشا حاجات، على خاطر الشيء اللي صار. دونك تعلمت برشا دروس، منها ان العبد ما لازمش يفوت الاوبورتونيتيز، ولازم يجرب الحاجات اللي تجي قدامه، والحاجه الاخرى انه ما لازمش يخاف من شنو الحاجه اللي جايه، لازم يكون شجاع ويواجه ويمشي ويجرب ويتعلم ويعرف اسكو الحاجه ديك از ذا رايت ثينج ولا اتس نوت ذا رايت ثينج. That's it. هل انا حبيت نمشي طب ولا المجتمع واهلي؟ باه ما نجموش نمينيميزو الفكره نتاع انه احنا كلنا كشعب let's say عندنا الفكره البريجوجي سوا ديزون انه طبيب حاجه كبيره واو ولازم تجيب معدل ما نعرف شنو باش توصل طبيب، وطبيب ذكي وطبيب ما نعرف شنو. دونك ملي احنا صغار عندنا الفكره دي، دونك ما نجموش نيجلكتوها كالتاثير الصغير اللي عندنا في مخاخنا متاع الحكايه هذه. بالنسبه لعيلتي مثلا ما جبرونيش اني نقرا ميدسين، انا وحدي ما نعرفش خيوتي كيفاش ماست هكا بينت بعضها، يا اخي اني قررت هكا باش نمشي نجرب. دونك يا مشيت وجربت، اما باش عبد مثلا جبرني ولا قال لي بري لازمك تمشي ميدسين ولا حاجه، لا انا هي المتسبه للشيء اللي قاعده نعيش فيه. ثانك يو. امك تخدم في الاطار الطبي ولا ما ممرضه؟ تجربتي في الفوية ديجا عملت لكم فيديو حكيت لكم فيها على التجربه نتاعي بالديتاي في الفوية. الحقيقه التجربه كانت هي سمحه، اما فيها زاد حاجات خايبين. الحقيقه كل سيتوياسيون باش نقول لكم انت نصيحه باش نصحب العباد، ان كل سيتوياسيون فيها الباهي والخايب، فيها حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف اي سيتوياسيون مهما كان. دونك باش تشوف اسكو السيتوياسيون هذيك مناسبه ليك ولا لا، لازم تشوف اسكو انت قادر انك تتحمل النيجاتيف نتاعها ولا لا. هذا شنو تعلمت اونستلي. دونك الفوية كانت تجربه باهيه وباهيه ومزيانه وسمحه، وضحكنا برشا وعشنا مع اصحابنا ورقدنا مع بعضنا وتمرمدنا وطيبنا ومتنا بالضحك وحضرنا وبكينا وندبنا، ويعني تجربه عرفتوا، تجربه مهمه من التجارب اللي يعيشها الانسان، انه يخرج فجاه عن عائلته ويولي عايش وحده مستقل، يولي مسؤول، يولي طيب، يولي لازم يفيق وحده، يمشي يقرا وحده، يطيب وحده، يروح ينظف ويقد وكل. ننصح اي عبد الحقيقه انه يجربها، ننصح اي عبد حتى ولو باش يكري ونجم يكري وكل، مي اتس اوكي كان جرب حتى عام فوي تعيشوا مع عبد، تعرفوا التعامل وتعرفوا تحكوا ما نعرف شنو، جربوا العيشه جايز مش كان حان تمرمدوا. باهي
كملت المرحلة دي عديتها لكم طفطف. نجول اللي بعد اللي هو القراية والباك. أول سؤال اللي هو باش تنصح عبد يحب يتميز في القراية جملة واحدة. ننصح العبد اللي يحب يتميز في قرايته بجملة واحدة وهي كالآتي: إنه يخدم بطريقة consistent حتى ولو small steps، يخدم ديما ديما، مش يخدم برشا في نهار وبعد يبقى تعب ومش موتيفي، وحتى ولو مش موتيفي كما قلت لكم لازمه يقوم ويخدم، ولازمه يرفع عن نفسه بيان سور، ما يضغطش روحه برشا. نقول اكثر من جمله، ما نجمش نقول جمله واحده في الموضوع ده. كيفاش نقد روحي في الفرنسي والانجلي في الباك؟ ديجا عملت لكم فيديو على الموضوع نتاع الفرنسي والانجلي، كيفاش العبد نجم يحسن من روحه ويحسن في النيفو نتاعه وكيفاش ينجم يتعلم. دونك يا فما زوز فيديوهات، فما فيديو عملته لكم على الفرنسي والانجلي، وفيديو اخر ليتلي عملته لكم انه كيفاش في الصيف تنجم تحسن النيفو نتاعك في اللونج. المراجع الباراسكولير اللي قريتي بهم من الاولى للباك، قدس يا جماعه قدس، ما تفكرش لسامي بالضبط، ما تفكر كوليكسيون بيلوت نتاع المات، تفكر لو بيلوت نتاع المات، تفكر لو كوم نتاع الفيزيك، تفكر لو كومبلي نتاع الفيزيك، ونتفكر فما كتاب هكا ازرق كل عام ولونه هكا صغير شوية بتاع فرنسي، تفكر improve your English بالنسبة للانجلي، سيونس فما كتاب اسمه سيونس لافي دو لا تير ظهر لي روز متاع باك، وبقاها نقرا بالكتب الصغيرة عرفتوه، مش صغير صغير اما هكا هوانا تلقوه في المكتبات ما نعرف شنو اسمه اللي خريت بيه. باهي كيفاش نقرا اجور ونتعامل مع لي ماتير سكوندير؟ لازمك حتى ولو ما عندكش الموتيفاسيون تنظم وقتك. تنظيم الوقت حاجة الحقيقة حابش نحكي فيها مطول لان خاطر تشدنا برشا وقت الفيديو باش يطول، مي حاول حتى ولو شفتوا مثلا انا نمشي نقرا 7:30، من 7:30 ل 8 هذاك ديجا وقت، لازمكم تشوفوا حتى لو وقت صغيرة هذوكم راكم كي تستغلوهم رام، والله ما تتخيلوش قديش هم كبار كل يوم كل يوم كل يوم. نتخيل عبد نص ساعة عنده من 7:30 ل 8 نمشي للبيبليوتيك ونقرا حتى اكزرسيس، حتى نخدم خدمة العربية، أي حاجة راي نص ساعة مش شوي، يعني ما نجلكتوش مثلا هاي ساعة هاي نص ساعة، لا لازم نقعد 4 سوايع، لا راي حتى نص ساعة تكفي، خلوا روحكم عرفتوا خفيف، تجبد ساكت تجبد حاجة تقراها، ما تخلوش روحكم مرزان إيه تجبد ساكت على نص ساعة ولا ما نعرف شنو، لا مثال نص ساعة اقعد استغل الوقت اقعد، بروف مازال ما جاش مثلا هبطوكم بيرمانونس ولا حاجة، اجبد اقرا حاجة، اخدم اكزرسيس ما نعرف شنو، مثلا حنا عندنا من 12 لساعتين، نعرف فما عباد يروحوا وكل، أما مثلا العباد اللي ما يروحوش، حنا عندنا من 12 لساعتين، نمشوا نتغدوا 12:30 ولا هي ملي ساعة غير با. نقعدوا حتى ساعتين غير ربع، فما شكون يقعد يحكي ويضحك يحب يرتاح ونعرف شنو، اما انا مثلا نحس روحي تعبه كي نجبد نقص على روحي على الخدمه اللي باش نخدمها في الليل ونبدا اليز اني كل يوم نخدمها نحس روحي متحسنه ونحس روحي وليت اليز ومرتاحه وعندي هكا ثقه بروحي انه فهمتك الحاجه ديك وتحسنت فيك الحاجه ديك. وبالنسبه لليل احسن حاجه انا فادتني هو ما كنتش نحضر في الليل، كنت نحضر ظهر لي ساعه ما نرقد 8:30 نفيق للرابعه تاع الصباح باش نفيق 12 تاكل، سدي بون بالعبد راه سدي بون مع بيت نجم تفيق بكري وتحضر، فمع بيت تحضر في الليل خير، مين سورتو ما تسهروش برشا باش ما تضروش رواحكم، وحاولوا كيما نصحتكم تستغلوا الاوقات الكل، الاوقات الكل مهمه، نقصوا شويه من الخروجات برشا ومن التليفون سورتو، وبطريقه دي تلقوا رواحكم قاعدين مركزين في القرايه اكثر من حاجه اخرى. ماتير سكوندير الحقيقه اعتبروها كانها ماتير برينسيبال، وقت اللي تعطوها قيمتها وقدرها راي حتى هي تعطيكم ونوتاتكم باش تتحسن اوتوماتيكمون، دونك انتم مش تخلوا حاجه ما تقروهاش وتجو كان ليت ليكزامات تحضروها ومن بعد تقولوش بينا ما جبناش فيها بالباهي ولا حاجه، لا اعطوها واخدموها واخدموا دي زيكزرسيس ودي سيري وافهموا تو تلقوا روحكم تحسنتوا بالقدا. صحيح ما لازمش تكون طاغيه اكثر على لي ماتير برينسيبال، ما تنجمش تحضر في الانجلي اكثر مثلا ما تحضر المات ولا حاجه، خاطر بطبيعه المات باش تستحق اكثر وقت باش تحضره من الانجلي، فهمتوا؟ مي سينو حاولوا انكم تعملوا ليكيليبر، مثلا كل يوم ساعتين للي ماتير برينسيبال، ساعه مثلا انجلي وساعه فرنسي، تخدموا في هذه الاكزرسيس، ما تنجلكتوش لفات انها هي ساعه، راي ساعه تعمل برشا حاجات، انتم ديما حطوا في خلاصكم انها راي ساعه مثلا اليوم وساعه غدوه وساعه بعد غدوه وساعه، ساعه اسبوع كامل 7 سوايع ديجا، وسبعه سوايع احسبوها في الشهر قديش كان تبقوا كونسيستنت، فهمتوا كيفاش؟ يعني 28 ساعة في الشهر، احسبوا في العام، يعني ديما كي تشوفوا حاجة صغيرة شوفوها كي تبدأ لونتير مش ما تنجم تجيبكم. أكهاو I really hope you liked الفيديو ظهري تكسر. إن شاء الله لو الفيديو عجبكم، إن شاء الله كلامي عجبكم، و الحقيقة عجبوني الفيديوهات هذوما، I don't know إنتم عجبكم ولا لا، إنه تسألوني أسئلة هكا ونجاوب عليها.
فديت بالاسئله نتاع القرايه جايز مسج تبدلوا شوي يا دونك انتم قولوا لي شنو تحبوا يعني اكتبوا لي سجستشنز في الكومنت اكتبوا لي اذا كان عجبكم ولا ما عجبكمش و اكهو سي يو في الفيديو الجاي ان شاء الله مازلت مش تدري عليه شنو واكهو باي.